بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي احط العلامات في المشروع. هفتح مثلا المشروع دوت وهبدأ احط علامات الاساين، اقول له فايل واقول له امبورت واقول له سينكرو بروجكت، اختار الملف دوت هتلاقي ايه اسفل الفيديو في الديسكريبشن، بقول له ماشي نيكست، امبورت كله، سيلكت اول، فينش، فيبدأ يظهر لي العلامات ديت. دي اقدر انسخها احطها جنب المكان اللي فيه المشكلة، اقدر اعمل له اساين لواحدة من دول مثلا للتاسك ديت، بحيث انها تفضل مخفية لحد ما التاسك يبدأ، ولما تنتهي التاسك ابدأ اقول له اخفي دي او اظهر ديت. تمام، انا اعلم عليها واعلم على التاسك اللي انا عايزها واقول له اساين تو سيلكت تاسك، فهي تبقى مرتبطة بالجدول الزمني دوت، بحيث انها ما تظهرش غير لما يكون عندي التاسك ده بدأ يشتغل. اساين تو سيلكت تاسك، تمام. لما تيجي تعمل زوم كده على العناصر ديت بتلاقي مثلا حاجة، مثلا حاجة بالانزلاق، حاجة كهرباء، في مشكلة، خلي بالك المنطقة دي محظورة ان انت تدخل فيها. فالعلامات دي كلها سهل ان انت تحطها جنب الشغل بتاعك وتربطها بالتاسك بحيث تظهر وتختفي معاك. طيب لو انا عايز انسخ حاجة اجي كده اعمل سيلت عليها واقول له كوبي، وبعد كده اجي في مكان تاني اقول له بيست، تمام، بيقول لي اساين للريسورس، ممكن تشوف ريسورس موجودة او تعمل ريسورس جديدة او نو اساينمنت. طيب عايز انقلها فهقول له ايه، كنترول بي، فبيبدا يديني الايقونات ديت، فاقدر انقلها لاي مكان عايزه، شوف المكان اللي فيه مشكله وابدا احط العلامه دي جواه بالشكل ده.